شكرا للزملاء في مركز الأخبار، ومرحبا بحضراتكم في مساحة تسلط الضوء على إطلالة جديدة وتاريخية لحدث البنك التجاري قطر ماسترز للغولف. الموعد الذي اقترب من ربع قرن يقدم نفسه للعالم في ثوب جديد وبمعطيات على درجة عالية من الأهمية. تتجه النسخة الثالثة بعد العشرين صوب التحفة الجديدة في قلب المدينة التعليمية، ملعب الغولف العالمي. تقام المنافسات هنا بين الخامس والثامن من هذا الشهر. النسخة القطرية هي المحطة التاسعة في سلسلة الدوري الأوروبي، وتجمع صفوة المحترفين من القارات الخمس. هذا وتم التمهيد للموعد بانطلاق بطولة للمحترفين والهواة يتنافسون في مجموعتين. يجسد نادي المدينة التعليمية للغولف التزام دولة قطر بأعلى معايير الاستدامة، يعد من المشاريع الرائدة الصديقة للبيئة التي تم تشييدها لتكون إرثا للأجيال. يقع نادي الغولف وهو الأحدث في العالم، يقع في قلب المدينة التعليمية، يمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع. يضم هذا الملعب العالمي المخصص لبطولات الغولف الاحترافية الكبرى 18 حفرة. تم تجهيز الملعب التحفة بتقنية رادار التتبع المبتكرة تراكمان، كما تم تجهيزه بالأضواء الكاشفة أيضا من أجل الاستخدام الليلي وحفاظا على الموارد البيئية. تم استخدام أيضا نظام الري خاص يغطي أرجاء ومحيط الملعب، كما يرتبط بشبكة المترو التي تؤمن وصول الجماهير بسلاسة وعبر رحلات ممتعة. باتت مشاهدينا النسخة القطرية على مدار أكثر من عقدين موعدا مهما في الأجندة الدولية لعالم الغولف، وهي كذلك مساحة لاختبار المستويات الفنية المتطورة لنجوم منتخبنا الوطني. يشارك في نسخة 2020 144 لاعبا محترفا، ضمن هذه القائمة كوكبة من الأسماء التي تأهلت بعد أن خاضت بطولة قطر العالمية المفتوحة للغولف. يبلغ مجموع الجوائز 1,750,000 دولار، كما تمنح البطولة الفائز بلقبها 2,750 نقطة في إطلالة 2020. سيكون حامل اللقب الجنوب أفريقي جاستن هاردينغ تحت المجهر. البطولة العالمية تضع أيضا أفضل الأسماء القطرية في مواجهة المنتسبين لأهم مدارس العالم، والحديث هنا عن ثنائي المنتخب صالح الكعبي وعلي الشهراني. استكمالا مشاهدينا لهذه التغطية، ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف أمين السر العام بالاتحاد القطري للغولف السيد فهد ناصر النعيمي. سيد فهد، بعد التحية، ما دلالات الذهاب صوب المدينة التعليمية لإقامة النسخة الجديدة لبطولة البنك التجاري قطر ماسترز للغولف؟ يا مرحبا فيكم، وأنا أشكركم على التغطية وعلى المقدمة. طبعا مثل ما تكلمت في التقرير، البطولة هذه الآن هي رقم 23، يعني من 23 سنة كانت تقام على ملعب نادي الدوحة للغولف، والسنة هذه ارتئينا يعني كمسؤولين في الاتحاد القطري بأن يتم نقلها إلى ملعب المدينة التعليمية. ومثل ما تفضلت، هذا الملعب صمم على مواصفات عالمية، ملعب يعني مبهر. ستنقل هذه البطولة، نهاية البطولة، بطولة محترفين، وتقام ضمن رزنامة الدوري الأوروبي، سيشاهدونها دول كثيرة في أنحاء العالم. فأكيد طبعا ستعكس مدى التطور الرياضة وخاصة الجول في دولة قطر من خلال مشاهدتهم هذه التحفة المعمارية أو التحفة الرياضية، الملعب هذا الجديد. بالتأكيد. وإن شاء الله أن الجميع يستمتعون في هذه البطولة. نعم إن شاء الله. إذن يعني الكعبي والشهراني طبعا في مواجهة صفوة نجوم العالم، ما هو سقف الطموحات لدى الاتحاد القطري للغولف في هذه المشاركة الجديدة لثنائي المنتخب؟ شوفي، احنا بالنسبة لنا لاعبين ما زالوا صغار في السن ولاعبين هو
طبعا الى الان يعني لم يصلوا الى مستوى المحترفين. هذه البطوله بطوله محترفين، بطوله من ضمن بطولات الدوري الاوروبي. لاعبين طبعا من اسبوعين لعبوا اللي هي بطوله قطر المفتوحه للهواه. نعم. وصراحه ادوا اداء جيد وحققوا مراكز جيده، يعني صالح حقق المركز الرابع وعلي شهاني حصل على المركز الخامس. لاعبين مميزين على مستوى الدول العربيه وليس الخليجيه. يعني الان احنا السنه هذه الاتحاد العربي للجولف انشا بطوله سماها كاس التحدي بين الدول الافريقيه العربيه الافريقيه وبين الدول ايضا العربيه الاسيويه. تم اختيار من كل قاره 8 لاعبين. احنا اللاعبين هذول 2 من ضمن المنتخب اللي بيمثل الدول العربيه الاسيويه ضد الدول العربيه الافريقيه، فمستواهم جدا ممتاز. لكن عارفين هذه البطوله تقام على مدار 4 ايام، الايام الاول واليوم الثاني يلعبون جميع اللاعبين 144، اليوم الثالث والرابع يختارون احسن 70 لاعب تقريبا يكملون المشوار. اتمنى انا ان لعيبتنا علي وصالح انهم يحققون يكونون يعني من ضمن ال 70 اللاعبين الاوائل. نعم. ويكملون مشوار البطوله. اكيد امنياتنا ايضا تنضم لك. نهايه هذول هذا مكسب لهم انهم يحتكون مع لاعبين محترفين. صحيح. شاب خبره ونتمنى انه يتطور من مستواهم ان شاء الله. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وأيضا للاعبين منتخبنا. أمين السر العام بالاتحاد القطري للغولف فهد ناصر النعيمي، شكرا جزيلا لك. إذن عشية انطلاق البطولة أعرب العالمي خوسيه ماريا عن بالغ فخره بإقامة الحدث في الملعب الذي يحمل بصماته. النجم الإسباني صاحب التصميم الفريد لملعب المدينة التعليمية وصف لحظات افتتاح نسخة 2020 باللحظات الفارقة التي ستبقى عالقة في الذاكرة. ختاما شكرا على حسن المتابعة وعودة للزملاء لاستكمال 9.